بنرحب بكل الناس اللي فعلا خدوا من وقتهم وجم يساهموا في رسم مستقبل النادي الاهلي وقانون النادي الاهلي. احنا بنشكرهم وبنوعدهم ان اللائحه دي هتطلع لائحه متوافقه مع مبادئ اللجنه الاولمبيه والمسخ الاولمبي، فيها شيء كبير جدا للجمعيه العموميه، فيها اضافه كبيره قوي، وتبقى لائحه يمتثل بيها في جميع نوادي مصر ان شاء الله. طبعا بدل اللي احنا وعدنا بيه قبل الحمله الانتخابيه بتاعتنا، وبننفذ اللي احنا وعدنا بيه، والناس هتحس كده باذن الله، وان شاء الله يوم 28 هيلاقي الناس الناس زي ما جت في الانتخابات زي الناس ما هتيجي في الجمعيه العموميه، وهتبقى برقم برضو كبير. كل حاجه بتطلب بتدرس، واذا كانت حاجه متوافقه مع القانون ومع اللوائح احنا بنزودها وبنعدلها، وده اللي حصل في حاجات كثيره اتطلبت واتعدلت. ان شاء الله كلنا ثقه في اعضاء الجمعيه العموميه انه هييجوا يساهموا، ده دور الجمعيه العموميه ودي ولاد النادي الاهلي.